اهلا بحضراتكم معنا مشاهدينا الكرام. مصر كانت وما زالت مهمومه بالقضايا العربيه بشكل عام وبالقضيه الفلسطينيه بشكل خاص، ومن هذا المنطلق وفي هذا السياق تقدمت مصر باسم المجموعه العربيه بطلب مشروع قرار للامم المتحده تطالب فيه اسرائيل في محاولة لإلزامها بوقف المجازر الإنسانية الكارثية الوحشية والقمعية، بوقف إطلاق النار، بوقف الإبادة الجماعية، بالمساعدة في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية، وتبادل الأسرى دون قيد أو شرط. عن هذه المساعي المصرية والعربية نتحدث بشيء من التفصيل مع ضيفي الكريم الأستاذ ماهر عباس، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية بالجمهورية. أستاذ ماهر صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني الأمم المتحدة تبنت هذا القرار الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية ووقف المجازر يعني الكارثية الجماعية وهذه الإبادة حقيقة الوحشية القاسية والمؤلمة، وهذا ما تقدم به مصر بطبيعة الأحوال كما ذكرنا في بداية الكلمات إلى الأمم المتحدة باسم المجموعة العربية. مصر مثلت الدول العربية المختلفة في هذا المطلب التي توجهت به إلى الأمم المتحدة. كيف ترى تطورات الأوضاع في هذا السياق؟ التطور التي قامت به مصر ودخولها على خط الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة مرة تانية بعد أن كانت الجمعية العامة قد اجتمعت قبل فترة قصيرة، وهذه سابقة لأول مرة أن الجمعية العامة تجتمع مرتين متتاليتين من أجل قضية واحدة، على أساس أن القرار الأول في الجمعية العامة لم ينفذ منه أي شيء. مصر حريصة تماما على إنقاذ أبنائنا في غزة، وكان توجهها للأمم المتحدة بعد استمرار الحكومة الإسرائيلية المتشددة والمتعندة اليمينية فيما حدث في غزة. ما يحدث كما تفضلت في مقدمتك الرائعة مجازر وحشية ولا يوجد مثيل لها في التاريخ يقوم بها الجيش الإسرائيلي لأبناء غزة المدنيين في هذا الوقت القاسي من الشتاء، وفي نفس الوقت مقتل حوالي 20 استشهاد 20 مدني. أعتقد هذه جريمة، العالم يقف صامتا ويتفرج على ما تقوم به إسرائيل. فجاء التحرك المصري حقيقة لا يحرك المياه الراكدة في الوقت الذي تساند بعض الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كنا رأينا في تصريحات أمس تصريحات لزر غمات في العيون حول التخفيف على قتل المدنيين. أصبح أبناء فلسطين العزل من الشمال إلى الجنوب إلى الوسط، وما رأيناه في خان يونس وغيرها وفي الشجاعية يدعو للأسى والأسف من الأفعال البربرية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي. طب صحيح، ده حقيقة بيقودنا للحديث أستاذ ماهر عن تخاذل المجتمع الدولي أو عن يعني حتى الإجراءات أو التحركات الدولية لا ترتقي لمستوى الوحشية ولهذا الحجم الكبير المفزع من الكوارث الإنسانية والإبادة الجماعية والسباحة الأرض والعرض والسباحة الأخضر واليابس والنساء والأطفال والشيوخ. يعني هي تحركات أو مجموعة من التصريحات يعني لا تغني ولا تسمن من جوع، يعني إذا ما هو السبيل في ظل هذا الصمت أو هذا التخاذل أو هذه التحركات التي لا ترتقي لبشاعة الموقف وللتطورات المتلاحقة والمتسارعة في قطاع غزة؟ بشاعة الممارسات الإسرائيلية وبشاعة ما يقوله نتنياهو والحكومة الإسرائيلية أمام العالم، يدعو العالم جميعا ألا يقف صامتا ويعني يتحرك لإنقاذ أبناء غزة وحقهم في تقرير مصيرهم وحقهم في دولتهم. أصبح العالم يكيل بمكيالين عندما شاهدنا قبل فترة الحرب في أوكرانيا. صحيح. كان يعتبر أوكرانيا تدافع عن نفسها، أما الحرب وقتل المدنيين في غزة فهو مواجهة عنف.
هذا العالم المقلوب اليوم، العالم الغربي الذي يدعي الإنسانية وحقوق الإنسان والديمقراطية، فقد هذه للأسف، وأصبح العالم شاهد على الشارع العالمي، شاهد على ما تقوله الحكومات من جرائم. اليوم نرى تصريحات عكس أمس، ولكن في اجتماع الجمعية العامة دعيني أقول لك أن هناك دول كان لها رأي في الاجتماع الأول غيرت رأيها أمام ممارسات نتنياهو المتشددة. نتنياهو في هذا الوضع يدافع عن كرسي، لأن نتنياهو النهاردة في مطالبات كثيرة بتغييره، ولكن هو يعلم أن بقاؤه مستمر باستمرار الحرب التي لا نعرف متى تنتهي. لكن هناك آراء كثيرة تطالب الآن من إسرائيل إيقاف هذه الحرب الوحشية والبربرية، وفي نفس الوقت أسر الضحايا الذين قابلوا بايدن ناشدوا بأن يعمل على إيقاف هذه الحرب وعدم تزويد إسرائيل بالسلاح التي يقتل بها الفلسطينيين. إسرائيل تحاول دائما أن تروج وتسوق مجموعة من الأكاذيب والافتراءات المختلفة بأنها تستهدف من هذه الحرب حماس المقاومة المسلحة، لأن حماس من وجهة نظر إسرائيل تمثل تهديد على الأمن القومي الإسرائيلي، رغم أننا نعلم جميعا أنه من حق المقاومة أو أي شعب محتل، وهو الشعب الوحيد المحتل في العالم الآن، أن يدافع عن نفسه سواء بالاحتجاجات أو التظاهر السلمي أو الدفاع المسلح، هو حق مشروع في كل الأحوال. ولكن ما يحدث على الأرض هو استهداف الأطفال، وإذا ما تحدثنا تحديدا عن الأطفال الرضع أو يعني صغار السن، ما الذي يمثلونه من تهديد للأمن القومي الإسرائيلي حتى تقف الترسانة الصهيونية الغاصبة بكل هذه الأسلحة والعتاد تستهدف صدور أطفالنا الفلسطينيين الأبرياء؟ نتنياهو بفكره الوحشي وتصوفاته البربرية يستهدف الجيل القادم، لأنه يريد أن يصفي غزة تماما، ويعلم تماما أن مهما قتل من المدنيين لن يقضي على حماس أو ينهي القضية. لو هذا حقيقي كان نجح هتلر في لندن أيام تشرشل واستسلم تشرشل، رغم أنه كان دمر لندن. ما يفعله نتنياهو في الأرض المحروقة في غزة هو يجعلنا نذهب إلى طريقين: أنه ليس حريصا على المخطوفين على الأسرى الإسرائيليين، وفي نفس الوقت لا يحل القضية، لأنه لن يستطيع أن يقضي على المقاومة الفلسطينية. هذا شعب 75 عاما يحارب من أجل قضيته العادلة ومن أجل أرضه والتي اغتصبتها الصهاينة والصهيونية تحت دعاوى أرض الميعاد وخلافه، وهو في الآن يحاول أن يزج بهم إلى جهات الحدود والهجرة القصرية، وهو ما فشل فيه حتى الآن، لأن الفلسطينيين تشبثوا بأرضهم واستهدف الأطفال، لأن هذا الطفل الصغير هو الذي سيواصل الدفاع عن أرض فلسطين إلى أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة. نتنياهو وهو أطول رؤساء إسرائيل يعلم تماما أن إيقاف الحرب هو نهايته، وهناك دعاوى كثيرة تطالب بإقالته وأنه يترك، حتى من وزراء رؤساء وزراء سابقين. أولمرت قال قبل أيام في تصريح في يدعوت أحرنوت عليه أن يترك المنصب، لأنه وضع إسرائيل في موقف لا تحسد عليه أمام بربرية لم نراها حتى في أعتى التفرقة العنصرية الأبرتهايد في روديسيا أو جنوب أفريقيا. الآن لم نجد مثل هذه الأفعال الوحشية، استهداف الأطفال لا يقوم به إلا إنسان لا ضمير له. ولكن أستاذ مهر، يعني استهداف الأطفال من قبل الكيان الصهيوني الغاصب ليس بالأمر الجديد وليس بالأمر المستحدث، هذا هو التاريخ الدموي للكيان الصهيوني. ربما يعني يكون هناك مبالغة في هذه الفترة على وجه الخصوص أو في هذه الحرب، لكن في العموم استهداف الأطفال ده شيء عادي دايما كنا بنشوفه وبنرصده، ويعني والعالم كله حقيقة شاهد على ما يحدث من وحشية بربرية صهيونية إسرائيلية على مر التاريخ. أنا معك، استهداف الأطفال ليس جديدا، لكن الصورة هي الجديدة.
لو شاهدنا ما حدث في 48 و47 سنجد في دير ياسين وسنجد استهداف المدنيين عند إسرائيل، دي عادة يعني وليس سياسة. وحتى في الحرب مع مصر استهدفوا مصنع أبو زعبل وأطفال مدارس بحر البار وقانا، ويعني وكل هذا نجده في إسرائيل. إسرائيل يعني اليمين المتشدد في إسرائيل لا يفعل، لا يهمه إلا الدم، وهذا هي الاستراتيجية الإسرائيلية، هي القضاء على كل ما هو فلسطيني. ومنذ بداية إسرائيل أيام بن غوريون ومرورا بعد ذلك بكل رؤساء إسرائيل وزراء إسرائيل اللي جاءوا، هم لا يستهدفون إلا الأطفال والشباب الصغير، لأن هذا هو الذي يحمل سند القضية بعد ذلك. إسرائيل كانت في السابق تستهدف المفكرين الفلسطينيين في لبنان زي غسان كنفاني زي غيره، وقادة إسرائيل زي صلاح خلف وسيدات العلماء يعني والعلماء صحيح. وعندنا كان الدكتور المشاد، يعني طبعا أشياء كثيرة تقوم بها إسرائيل، قتل العقل وقتل الطفل، لأن الطفل هو المستقبل. الطفل الإسرائيلي لما الفلسطيني لما تجلسي معاه تحسي أنك بتجلسي مع شاب كبير يفهم القضية بوعي وإدراك، وإسرائيل تعي ذلك، لأن إسرائيل تكونت من مجموعة من المهاجرين تحت إغراءات معينة اللي من أمريكا وروسيا وأوروبا صحيح. وغيره لا انتماء، لكن الطفل في غزة منتمي إلى غزة. طيب البعض شايف حقيقة من المراقبين والمحللين والمتابعين أنه ما حدث في أحداث 7 أكتوبر وما تلته من تطورات مختلفة هو طوق نجاة لبنيامين نتنياهو لإلهاء الداخل الإسرائيلي عن قضايا الفساد اللي بيلاحق بها من كل حدب وصوب، وهو من وجهة نظر الشعب الإسرائيلي بأنه بطل قومي هو الذي يدافع عنهم وعن وجودهم وعن كيانهم من خلال هذه المجازر الوحشية وهذه الحرب البشعة والمؤلمة. أنا معك، الفساد الذي يحيط بنتنياهو والتشدد الذي في حكومته اليمينية، لكن هذا الفساد اليوم إضافة للمحاكمة، هناك رأي في الشارع الإسرائيلي يطالبه بالتخلي عن منصبه. هو يتشدد ويتوغل في عملياته العسكرية البربرية والوحشية لكي يبقى أطول فترة ممكنة. أنا أختلف معك إن الشارع الإسرائيلي لا يعتبره بطل قومي. هو حقيقة هو مش رأي، عشان كده أنا قلت في البداية كما يرى البعض من المتابعين والمراقبين، هذا ليس برأي شخصي. الذي يرى أنه بطل قومي فقط اليمين المتشدد، أما عموم المجتمع الإسرائيلي يرى أنه عبء على إسرائيل، وأصبح وضع إسرائيل في خانة سيئة جدا بتصريحات بايدن قبل 48 رغم ساعة. أنه تولى رئاسة الوزراء إسرائيل 5 مرات، يعني 5 مرات، وهو ده بيعكس برضو في المقابل حضرتك بتقول أنه في احتجاجات أو تظاهرات ضد نتنياهو، أكيد ده موجود، بس إحنا بنتكلم على الغالب الأعم. من وجهة نظر الشارع الإسرائيلي لو لم يكن هناك رضا على بنيامين نتنياهو لما تولى الحكومة لخمس يعني مرات متعقبة. بنيامين نتنياهو جاء إلى الحكم وتولى، لو شفنا الانتخابات الأخيرة نجد أنه لم يحصل على الأغلبية التي كان يحصل عليها عندما تولى قبل ذلك. هو جاء بكل دعاة التشدد وإسرائيل الجديدة والمتشددين والحكومة اليمنية بتحالفات، وهم يتفقون على مركب واحد، لكن نتنياهو كشخص هو فقط كتلته هي أعلى التصويت، ومن هنا جاء رئيس الوزراء. هناك رأي كبير في الشارع الإسرائيلي يطالب تماما بخروج نتنياهو، وأيضا يطالبه بإيقاف الحرب. أسر الضحايا وأسر الأسرى طلبوا ووصلوا إلى أمريكا، وفي لقاء مع أسر الأسرى مع بايدن الرئيس الأمريكي طلبوا بهذا بإيقاف الحرب. إسرائيل هذه أطول حرب تخوضها إسرائيل منذ تأسيسها إلى اليوم. النهاردة احنا دخلنا في الشهر الثالث وهو لن يقضي على حماس
ومن لم يخفى علامة النصر حتى هذه اللحظة ولم يقبض على قوات حماس يحيى صنواغ أو التانيين بعيدا عن الأسماء، لأن المقاومة الفلسطينية مؤمنة بتحرير أرضها، وهو لا يعلم تماما أن ما حدث في الشجاعية قبل يومين في الكمين مقتل 10 دفعة واحدة، هذا بالنسبة لإسرائيل شيء كبير. نتنياهو حتى هذه اللحظة لم يعلن عن عدد مصابيه ولا عدد قتلاه، هو يحاول أن يخدع الشارع الإسرائيلي. وأنا أعتقد كما قالت صحف إسرائيلية منها يدعو تحونيت وغيرها ومعريف، أن نتنياهو سيتعرض ليس لمحاكمة عن الفساد فقط، محاكمة عن توغيط الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب، ويعلم تماما أن غزة منطقة مملوءة بالسكان 2.4 مليون، وأن الفلسطينيين متمسكين بأرضهم. نتنياهو لا عهد له. يعني من هي الجهة، أو يعني هل الداخل الإسرائيلي هو الداخل من الإسرائيلي سيحاكم بنيامين نتنياهو على هذه المجازر؟ الداخل الإسرائيلي نفسه، أمهات الضحايا وأبائهم اللي هم مأسورين لدى حماس، هم بيطلبوا بمحاكمة نتنياهو، وهذه الصحف الإسرائيلية قالته مرارا، إضافة إلى المجتمع الدولي نفسه، هناك أكثر من قضية مرفوعة ضد تصرفاته البغضائية. بس أستاذ ماهر، يعني المطالبة بمحاكمة نتنياهو أو غيره من القادة الإسرائيليين اللي يعني حقيقة أيديهم ملوثة بدماء الفلسطينيين الأبرياء، المطالبة شيء والواقع الفعلي شيء تاني. يعني سواء احنا بنتكلم على محاكمته في الداخل الإسرائيلي أو بنتكلم على مطالبات جهات مختلفة أو توثيق الجرائم الإسرائيلية والذهاب بها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، المحكمة الجنائية الدولية، البعض يرى أن هذه المحاكم هي محاكم مسيسة في المقام الأول، وبالتالي لا مجال لإدانة أو لإصدار أي حكم عقابي ضد القادة الإسرائيليين، عكس ما يحدث في القضايا العربية الأخرى من استهداف الرئيس السوداني كمثال عمر حسن البشير أو ملاحقته قضائيا، وبالتالي ده بيكون الحديث عن ازدواجية المعايير والكيل بأكثر من مكيال. لو رجعنا لأيام قليلة، من استخدم الفيتو هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي حامية وراعية لحكومات إسرائيل على طول الخط، وهي التي تقدم لها السلاح والعتاد والتمويل الذي يعوضها عن خسائرها. أنا معك تماما، لكن ما يقوم به نتنياهو اليوم وما قاله قبل أيام هو يتخلى عن كل المواثيق الدولية التي أسست اتفاق أوسلو سنة 93، بعد 30 سنة جاء ليلغي تماما اتفاقية أوسلو. هو يجر المنطقة كلها إلى عواقب لا يمكن يعني التنبؤ بها. نتنياهو يعلم تماما أن خروج وإيقاف الحرب هو نهايته، وبالتالي يسعى لتبريرات ويخترع أشياء للشارع الإسرائيلي كتخليه عن أوسلو. ويعني هو النهارده بيرى أن أوسلو اتفاق غلط، جعل أولمرت اللي هو أحد رؤساء وزراء إسرائيل ينتقده، يهود براك اللي هو 90 الآن ينتقده، فهو يعني لا يستمع لصوت أحد، ولكن أمامه مرآة تقول له قضايا الفساد، قضايا الأسرى، وخدعت الشعب الإسرائيلي. هذه أول حرب من 7 أكتوبر إلى اليوم، الخسائر لدى إسرائيل البشرية لم تحدث في حروب كثيرة قبل ذلك، بما فيها حتى حرب 73، وإن كان حرب 73 فيها خسائر أعداد كبيرة دبابات، إنما الخسائر البشرية الآن عند نتنياهو ستكون القنبلة التي ستواجهه عند إيقاف الحرب. اللجان اللي قلت لحضرتك عليها هي شبيهة باللجنة التي حاكمت اللي هي لجنة إجرانات التي حاكمت جولدا مائير وموشا ديان، وموشا ديان كان أحد أشهر وزراء الدفاع الإسرائيلي. وبالتالي هذه اللجنة يهودية فيها يهود من كثير من دول العالم، سيتعرض لهذه المحاكمة. عنده خلفية فشل الموساد والشباك وأمان
أجهزته في التنبؤ بما يقوم به حماس. حماس ليست القوة المتكافئة لإقامة حرب بهذا الشكل، لكن الخسائر كانت ضالعة ومؤثرة في الشارع الإسرائيلي. يعني اتصالا بهذه الجزئية التي تمثل صفعة على الوجه الصهيوني الغاصب وما حدث في 7 أكتوبر، حضرتك شايف أنه دي ممكن تكون صفعة على وجه المخابرات الإسرائيلية التي لم تتنبأ بهذه التحركات، والبعض الآخر أو في فريق تاني حقيقة من المراقبين والمتابعين والمحللين شايفين انه لا، هو اسرائيل كانت على علم بس ارادت تمرير هذا الامر لاستباحة بقى الدماء الفلسطينية في قطاع غزة واتباع سياسة الارض المحروقة والإبادة الجماعية. استاذة امل، هذا تبرير هو انا معاكي قد يحدث، لكن لا توجد دولة ان يتاخد منها 300 اسير او 200 اسير عشان تعمل في غزة تهد 50% أو 40% من بيوتها وتدمرها تماما وتستمر في قتل أبنائها. هذا ليس عقل عسكري ولا عقل سياسي. هناك أشياء كثيرة يستطيع أن يقوم بها. نتنياهو فشل في الضفة والمستوطنات وما قام به في جنين ونابلس وكذا، الضفة الغربية. تمام. فوجد ان هو لابد التخلص تماما وتطبيق قرارات التي قيلت لا يوجد دولة فلسطين. ووزراء صرحوا بهذا قبل شهرين. ما قامت به حماس يرد به على والمقاومة الفلسطينية يرد به على تصريحات قادة اسرائيل بان لا توجد دولة فلسطينية. تمام. هم نقضوا كعادتهم العهود، ونتنياهو يسعى، لا يمكن تكون قشة لكي يقوم ما عمل به. ما أصيب في إسرائيل اليوم من إصابات والجرحى والقتلى، أعتقد هذه جريمة في حق نتنياهو سيحاسب عليها من شعبه وليس مننا، لأنه كما قلت لك أسوأ خسائر بشرية في تاريخ الحروب العربية الإسرائيلية. انه يمارس الضم، كلنا عارفين ما حدث في دير ياسين وغيرها من القرى الفلسطينيه التي دمرها ولم يلغي القضيه ولم ينهيها. لن يستطيع نتنياهو مهما فعل في غزه ان ينهي القضيه، وهو بيرسم استراتيجيه الان لا انهاء القضيه تماما، بدليل تدميره محور صلاح الدين وانه يحط محور صلاح الدين تمركز لقواته، ووصل للشجاعيه على هذا الاساس ونقل من الشمال للوسط للجنوب عشان يضع الفلسطينيين في رفح الفلسطينيه في عدد اكثر من 2 مليون في منطقه جغرافيه صغيره. صحيح. هذا بغبغيه والعالم صامت يتفرج. المظاهرات الشعبية التي قامت في شوارع العالم كانت كلها تندد بتصرفات نتنياهو وخطته في تدمير غزة والقضاء على الشعب الفلسطيني. أنا في النهاية بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ ماهر عباس، الكاتب الصحفي الكبير المتخصص في الشؤون العربية. أشكر. بالجمهورية، نورتنا وشرفتنا. شكرا. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ومتواصلين معكم في هذا الصباح ولكن بعد هذا الفاصل.